في مشهد نادر جدا في فلوريدا تم اصطياد سوفيش او سمكة قرش المنشار والمهددة بالانقراض. يعني اللي حصل ده كان مخالف، وده كان وسط حالة طبعا من الذهول اصابت كل الموجودين على الشاطئ لما ابتدت تظهر السمكة الضخمة وابتدوا يسحبوها عدد كبير من الصيادين. يمكن اللي انا فاهماه ان هم ما صادوهاش قد ما هي بدات تطلع على الشاطئ، فهم بداوا يجروها بره علشان يتجنبوا خطرها. يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم اعداد كبيره جدا من الناس اللي كانت موجوده على الشاطئ بدات تتلم علشان تشوف السمكه، وبداوا فعلا يخرجوها تماما من المايه. زي ما قلنا ان هي سمكه قرش، هي نادره، ووجودها طبعا في المكان ده بيمثل خطر لان في اعداد كبيره المفروض ان هي بتقضي الاجازه على الشاطئ. الحمد لله ربنا ستر.